بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منور. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن. في البدايه بنتكلم على المباراه. المباراه زي ما حضرتك شفت كابتن ايمن، هناك قرارات كثيره سواء كان من حكم الميدان او من حكم الفار. من خلال اللقطات معانا احنا بس بنتكلم من خلال اللقطات كابتن عادل، بصرف النظر عن النتيجه، يعني احنا بنحلل التحكيم مش مردود النتيجه، بنحلل على اساس النتيجه، ولكن احنا بنتكلم التحكيم للتحكيم. فانا هبتدي بس في البدايه في موضوع مهم جدا، وهو موضوع الوقت بدل الضائع. كابتن ايمن، احنا بنتكلم في الوقت بدل الضائع اللي هو المفترض ان هو يتحسب بجد. مش هقول مثلا اصابه لاعب او خروج الكره بره او الكلام ده، ولكن هتكلم في موضوع الدقيقه اللي هي ركله الجزاء. وهنشوف البدايه الحاله، لو الحاله معانا هنشوف اللعب توقف قد ايه كابتن عادل في هذه الحاله. انا جايب هنا التايمر، ودي يمكن بشكر طبعا الساده الزملاء اللي هم في اللي موجودين في المونتاج، اللي هم جابوا لي لحظه التوقف. يعني انا بتكلم في ركله الجزاء لما الفار رجع وشيك على الحاله، وهل هناك ركله جزاء ولا لا. هنا بشوف بس الوقت وقف قد ايه يا كابتن عادل في اللعبه دي. بس ليه؟ لان مهم جدا جدا هنا اللعب توقف. طبعا هنا حتى كمان محمد الحنفي لم يتخذ قرار باي شيء باحتساب مخالفه او من عدمها، يعني هو ما خدش قرار باحتساب مخالفه كابتن ايمن، دي البدايه. ولكن هنا وقف محمد الحنفي، وقف طبعا لحين الفار يؤكد ان كان هناك فيه مخالفه ام لا. كل ده وقت، خلي بالك التايمر هنا بنحسبه بالظبط عشان نقول الشوط الثاني كام الوقت بدل ضائع اللي المفروض كان الحكم يحسبه. لان دي نقطه يمكن انا اتكلمت فيها الاسبوع اللي فات واللي قبليه، ان الوقت بدل ضائع كابتن شريف مهم جدا جدا لاي فريق، خاصه ان انت ممكن تسجل في الوقت اللي هو بدل الضائع. ما زال التايمر ماشي بالظبط هاف، هنا هاف بس ارجع تاني بعد اذنك، بس عشان اوقف. 5 دقايق ونص. 5 دقايق و38 كام يا كابتن عادل؟ 5 دقايق و38 دي بس في لقطه الفار لما راجع في ركله الجزاء. ده انا 3 دقايق بس في ال 6. لا اداك 6. ده الشوط الثاني ولا الاولاني؟ وفي دقيقه ووتر بريك. دي الشوط الثاني؟ او دقيقتين؟ ثاني. شوف كابتن هنا، دي 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 لعبه بتاعت ياسر ابراهيم. طيب هقول حاجه مهمه جدا جدا بالراحه، بس خلينا نمشي بس نشوف في مخالفه ولا مفيش. طبعا هو بيحسب هنا بردك التوقف المياه للشرب يا كابتن ايمن. كام تقريبا هنا التايمر خدها عندنا؟ 3 دقائق. يبقى 9 دقائق، 10 دقائق. تمام. 8:30. طيب حارس المرمى وقع ولا ما وقعش؟ وقع. هو واحد يقول لي انت بتتكلم فيها يا كابتن ناصر، انت المفروض تتكلم في الاخطاء التحكيميه. بس انا بتكلم في الوقت المهم، انك انت حق الفريق في الوقت سواء كان النادي الاسماعيلي او النادي الاهلي. شوف هنا هنا احنا ده كله في المخرج بيعيد، وهنا التوقف لشرب المياه تقريبا، واحنا بنتكلم كده تقريبا لما استأنف محمد الحنفي، وده حكم كبير المفروض هنا برضك هو مش مسؤول قوي عن الوقت، ولكن كان الفار المفروض يتدخل هنا. بحسب بالظبط هنا عند استئناف اللعب، هنا هيستأنف هنا محمد ستوب. خدنا كام يا كابتن؟ 3 ودقيقة. يبقى انا عندي كام؟ 3 و 8 دقايق. وحارس المرمى وتوقفات وحاجات، يعني مش اقل من 9 دقايق. لا انت اديت 6 دقايق يا كابتن محمد، وللاسف هما برضك حصل فيهم توقفات. ايوه دي نقطه مهمه هنمر عليها يا كابتن شريف، ولكن بنقول تاني يا جماعه ان الوقت مهم جدا جدا لاي فريق. نروح للحاله الاولى معانا وبنشوف هنا. انا بس اللعبه دي مهمه، كانت في الدقيقه 6 كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن علاء، كابتن عادل. انا بس عاوز حضرتك تقول لي هنا في مخالفه وفي انذار ولا لا، يعني نشوف اللعبه ديت. هنا دونجا ومحمد شريف تاني شويه رجله اساسا تاني. هنعيد، هل في استهتار خطا بتهور؟ نشوف هنا، نشوف، نمشي 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 نمشي. شريف لعب الكرة، وهنا كمان دخول هنا في السمانة كان من دونجا في دقيقة 6. يبقى هنا كان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب نادي إسماعيلي دونجا،
نتيجه اللعب بتهور في هذه الحاله كده. انا جايب الحاله ديت ليه؟ لان هنا في حاله ثانيه في دي 24 هنشوفها، في انذار هنشوف. هو هنا سمح طبعا، هايل 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 الحنفي هنا سمح باستمرار اللعب، عايز ان هنا في اتاحه فرصه وادى الافضليه، مفيش مشكله خالص. ورجع اداله انذار ورجع تاني الحنفي هنا اشهر البطاقه الصفراء نتيجه اللعب التهور هنا من لاعب دونجا. هو هو نفس اللاعب اللي ارتكب المخالفه في الدقيقه 6 كان هيطرد، اللي كان يجب يعني حنفي حكم كبير، ولكن بالمعايير بتاعتنا وحساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه كابتن عامله ازاي، كان يجب كان يجب اشهار بطاقه في الدقيقه 6 واشهار بطاقه ثانيه هنا للتهور. يعني هنا اللاعب دوت من الدقيقه 24 الشوط الاول كان يجب ان هو يكون مش موجود في ميدان اللعب. انا بتكلم تحكيم بصرف النظر ايضا عن النتيجه. دول حالتين كانوا مهمين جدا جدا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، وهنا بنشوف هنا الحكم المساعد رقم واحد هنا بيشير على التسلل، حاله من الحالات المهمه جدا اللي كان ممكن هذه الحاله ممكن ان الشحات يروح وينفرد ويلعب ويحط جون، ولكن طبعا هو اللي كان الفار هيرجع هنا اللعبه ديت. كابتن انا شايف ان اخر حتى الخط، يعني انت لو استخدمت خطوط الملعب يا كابتن عادل المفروض تستخدمه، والفاتح والغامق صح، هتشوف ان الغامق هناك مغطي. هرجع بس لحظه التمرين بعد اذنك، لحظه التمرين لسه ما زال نرجع تاني. خلي بالك هو واقف كمان صح، نشوف يا كابتن هنا اللاعب هنا الاسماعيلي مغطي الغامق. في الخط الغامق وهنا كان يعني لعبه واضحه جدا جدا، وهنا انا شايف ان هنا ما كانش فيه تسلل في هذه الحاله واقف صح. وخلي بالك هو واقف صح كمان يا كابتن، ما احنا قلنا الربط بقى هنا في ربط يا كابتن ايمن، تربط ازاي ما بين لحظه التمرير وموقف التسلل. هي دي تبقى لابد ان الحكم المساعد يبقى مع التمركز الصحيح يا كابتن علاء، تربط لحظه التمرير مع موقف التسلل. شايف ان هنا تسلل مش موجود في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا، ونشوف تحرك ممتاز. الحاله دي حاله مهمه جدا جدا كابتن ايمن، للاسف المخرج هنا مش موضح لاي حاجه، مش هوريك الجزاء بس اديني يا اخي اديني يعني اديني قناعاتي هنا. هل هنا الدخول هنا مع لاعب اجايه طبعا الكره، هل الكره خرجت الاصطدام اللي حصل مش واضح، مش واضح، ولكن هنا برضك في حاجه مهمه يعني انا بشتغل على الكوره، يعني الكره لو كانت خرجت قبل هنا لو كان في خطا تاني، لو كان في خطا هنا من حارس المرمى او المدافع جابت هنا في لعبه اوجيه بقول انا العبره بالكوره. طب لو كره كانت خارج ميدان اللعب انا ما اقدرش كحكم احسب مخالفه ركله الجزاء صح معايا كابتن علاء، ولكن انا هرجع لنقطه مهمه، فين اللقطه كابتن العادل؟ فين اللقطه توضح هنا ان كان هناك في مخالفه ولا ما فيش مخالفه؟ يعني انا بتمنى ان الحاجات ديت المفروض يكون ليها لقطات واضحه حتى الفار يقدر ان هو يساعد الحكم في هذه اللعبه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، نشوف هنا هذه الحاله. طبعا الحكم مساعد كان سامي هلهل، وفي الحاله ديت حاله تميز بنجيب هدف محمد شريف لحظه التمرير، يمكن هنا كان التمركز موجود يمكن بعكس اللعبه الاولى. شوف هنا على الرغم من هنا الحاله صعبه شويه عن الاولى كابتن ايمن، ولكن هنا سامي هلال كان عنده تمركز وكان عنده ربط كويس ما بين اللعب والتمرير وموقف التسلل. وطبعا هنا نمر ونشوف ان الهدف هدف سليم للنادي الاهلي، بحيي طبعا في سامي هلال، وكنت اتمنى ان اللعبه الاولى تبقى بنفس التقييم بتاعت هذه الحاله. تمام، نشوف بعد كده الحالة اللي جاية، وزي ما قلنا هي دي حالة مهمة جدا، الحكم لم يحتسب مخالفة يا كابتن علاء. طب أنا بس بسأل الفار، حضرتك أنت رجعته ليه كل ده؟ الكلام دوت احنا قلنا في احتساب مخالفة الهدف أو احتساب مخالفة ركلة الجزاء لابد أنك أنت لم يسبق الاثنين دولت في مخالفة، لابد انك انت تعمل تشيك عليهم. لكن انا شايف هنا فين اللقطه؟ يعني حتى الفار هنا اللقطه ديت جايب لي لقطه انا مش شايف فيها، مش مديني قناعات هل في مخالفه ولا ما فيش، ومع ذلك الحكم امر باستمرار اللعب. هنا الفار بيراجع ليه؟ يعني ان الحكم حسب شكل الجزاء اصلا، الحنفي هنا ما اداش شكل الجزاء، الفار يقف 5 دقائق وراجع في حاله هي اصلا ما فيش فيها قرار، دي برضك يعني عليها علامه استفهام من الفار. شوف هنا هو رجع تاني هنا، طبعا هنا في مخالفه، طبعا هنا المخالفه موجوده من الاول خالص في نص الملعب يعني، وكان يجب احتساب مخالفه على لاعب نادي الاسماعيلي، ولكن هنا حنفي خلى اللعبه تواصل ويعني اصفرت هذه المخالفه عن احتساب
او مراجعه لعبه داخل الصندوق، وانا شايف كان هنا ممكن الحكم كان يحسب المخالفه وكان يقدر ان هو ينهي المشكله قبل ما نقف فيها اكتر من 5 دقائق. كابتن ايمن زي ما قلنا هنا لعبه ياسر ابراهيم، هرجع تاني ليها، هشوف بس هنا يا جماعه هنا في مخالفه على مين؟ كابتن شريف الراجل بيستحوذ على الكره بتاعته. انا هنا يعني خدت الكره ومن حق ان انا الكره ديت بحميها، ان انا بحط جسمي بيني وبين اللاعب، مفيش اي مخالفه من ياسر ابراهيم في المخالفه، واللاعب المفروض كان يتواصل. طبعا هو هنا اعترض، والحنفي طبعا هنا اشهر الصفرة لياسر، وانا بقول لياسر خلاص هو الحكم خد قراره، ما يجب عليك انك انت تعترض، ولكن انا شايف ان هنا ما كانش فيه مخالفه لاحتساب خطا على ياسر ابراهيم. بنقول تاني ظاهرة المباراة كابتن أيمن عشان خاطر نختم التحكيم، الوقت بدل الضائع مهم جدا جدا جدا. أنا بتكلم في حاجتين، مراجعة الفار والتوقف للشرب، دول مفترض إنك أنت بتديهم بالظبط، ومع ذلك بنشوف إن 6 دقائق كانوا قليلين جدا جدا، مش أقل من 9 دقائق كان الوقت بدل الضائع. وبتمنى إن التحكيم تاني بنقول محمد حنفي ما عندوش أخطاء مؤثرة ولا هو ولا طاقم التحكيم، ولكن بنقول الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا جدا على الكل، يجب ان احنا يعني نركز شوية، لان صعود فرقة او هبوط فرقة بتعمل مشكلة في الموسم اللي احنا بنشتغل فيه. شكرا كابتن، شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كالعادة كابتن ناصر عباس. كلمة أخيرة أنا وضيوفي الكرام بنوجهها لجمهور النادي الأهلي. الوقت ده مش وقت عتاب، مش وقت لوم، مش وقت نقد وسلبيات بعض الجماهير بتتكلم عليها في الفتره ديت، وهاجم اللعيب ده وهاجم الفلان ده واجيب اقول ده فلان الفلاني ما عملش كذا، فلان الفلاني ده ضيع الكوره، ده ما راحش يغطي. احنا لو احنا بنتكلم هنا بنتكلم على اخطاء علشان الاخطاء دي ما تتكررش بعد كده، علشان احنا عايزين النادي الاهلي يكسب، عشان عايزين ان النادي الاهلي لما نقول مثلا تغطي الجول بهدف تاني، عشان عايزينك انت تقتل الماتش من البدايه. الاخطاء ديت لا تؤثر على موسم بصراحه صعب جدا 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 جدا، مش على اللعيبه دي بس، على اي لعيبه في العالم. الموسم ده الصعب جدا اللي مر على لعيبه النادي الاهلي السنه دي من اصعب المواسم اللي مرت على لعيبه النادي الاهلي يمكن ال 50 سنه اللي فاتت. ومن انجح المواسم. وطبعا منجح الموسم انت لحد وقتنا هذا 100%، الكوره ما زالت في الملعب. يعني انا بقول لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمره واعي. في فترات احنا كلاعيبه كنا بنبقى يائسين، الجمهور هو اللي بيدب فينا روح المنافسه لحد اخر ثانيه. الجمهور هو اللي بيزرع فينا الامل. هو ده المطلوب الفتره دي. ما تقعدش بقى يقول لي هو انت بتطبل وانت مش عارف، لا انا واجب عليا في التوقيت ده، واجب علينا كلنا في التوقيت ده اقف ورا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. احنا واثقين جدا في جمهور النادي الاهلي، ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي ياما مرت علينا حاجات زي دي، وجمهور النادي الاهلي هو اللي بيفوقنا، هو اللي بيدعمنا، هو اللي بيفضل ورانا لحد اخر ثانيه. جمهور الاهلي ما بيهموش ان هو يخسر ماتش، لا، خساره ماتش مش معناها ان انا ما اشجعكش، لا، جمهور النادي الاهلي لما كنا بنخسر كان بيجي لنا بعدد اكتر ما كان بيجي في الماتشات اللي احنا خسرناها. وهو ده شعار جمهور النادي الاهلي. شعاره دايما على الحلو وعلى المر معاه. هو جمهور النادي الاهلي عارف ان النهارده النادي الاهلي اولا لعب ماتش من اجمل الماتشات في الفتره الاخيره. من افضل ماتشات النادي الاهلي الفتره الاخيره. كان في سوء توفيق، كان في سوء توفيق. كان في اخطاء، عادي كان في اخطاء. ولكن لما احنا بنتكلم علشان احنا نستفاد من الخطا ده، عشان النادي الاهلي ما يتكررش منه الاخطاء دي مره تانية، انما احنا ورا لاعبتنا، وما زالت الكره في الملعب، وما زالت الكره في الملعب، وما زالت البطوله لم تحسم بعد. احنا عندنا لسه 5 مباريات ب 15 نقطه ب 15 نقطه، ما حدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل الماتش الجاي. المتغيرات في كره القدم كل ثانيه. المتغيرات في كره القدم كل ثانيه. بقول لحضراتكم الموقف ده حصل قبل كده معانا، حصل قبل كده معانا، خدنا البطولة قبل كده وكان الموقف شبه كده واكتر من كده كمان، واكتر من كده كمان. فاحنا ورا لاعبتنا حتى اخر نفس من المسابقة، حتى اخر ثانية
من المسابقه. وان شاء الله طبعا جمهور الاهلي جمهور واعي جدا، وياما وقف معانا في احلك المواقف واصعب المواقف ومواقف اصعب من دي كمان. دي كانت كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، وبنتهاء الكلمه دي وبنتهاء الفقره التحكيميه بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي المباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن، وبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني لغايه مباراه النهارده اللي احنا فعلا كان حظنا وحش فيها. العبوا بنفس الروح، العبوا بنفس الشكل، ان شاء الله الدوري بتاعنا برضو. وزي ما قال ايمن، احنا والجماهير وكل الدنيا بنتمنى لكم كل التوفيق في الفتره الجايه دي. كابتن اسامه، الف شكر يا كابتن شرفتنا. الحمد لله وهارد لك، وان شاء الله نفكر على طول في ماتش انبي ولا كان حاجه حصلت. والنهارده بذلوا جهد كبير وبالذات في الفتره الاخيره، ولكن في عدم توفيق، فان شاء الله بالتوفيق ليهم الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله. ربع كابتن علاء ميهوب، الف شكر كابتن شرف. شكرك ايمن وهارد لك النهارده، لكن كل الدعم للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله الماتشات القادمه ان شاء الله تبقى احسن. وكنت ممكن تكسب النهارده على فكره على كل ده، لكن هو بقى يعني دي اراده ربنا. قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء الرحمن، الف شكر يا كابتن نورتنا. يعني هو كل تقديرنا للاعبين، عملوا موسم جيد، احنا واخدين 2 بطولة افريقيا في 7 شهور، وده انجاز عظيم. يعني الحاجه الثانيه لسه الدوري موجود ان شاء الله هنلعب عليه، واخدين دوري واخدين كاس وكاس سوبر، ويعني واخدين حاجات كتير. انا بقول لك واخدين 2 افريقيا في 7 شهور، يعني رغم هذا احنا ان شاء الله بنلعب على الدوري، هنلعب عليه لاخر ثانيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.